السلام عليكم خوتي المغاربة. اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، غادي نطلع لواحد الحي هنا في أكادير سميتو إغيلا دردور. واحد الحي اللي الناس عايشين في واحد الظروف شغنقول لكم صعبة، مسخة، الدنيا مكرفصة. غادي نمشيو نجيب واحد الدورة تما وغادي نشوفو. كتشوفو مورايا أكادير شحال زوين والدنيا كتبان من هنايا الحضارة. غادي نطلعوا لتما وغادي تشوفوا الناس الظروف اللي عايشين فيها، وواحد التكرفيس كي داير غير الله يصوب ليهم ويدير ليهم شي تصويبات الخير. هذا هو الطلب والدعوات اللي كندعي مع هاد الناس هادو اللي غنمشي عندهم دابا. دابا غندخل الحي إغيلا دردور، شوفوا التكرفيس ديال السكينه، البنيه التحتيه. صوروا معايا الى طاحت الشتا. غير من هنا واحد السيمانه ولا 10 ايام هاد السكينه كلها، عاوتاني كما قلت الاف ديال المنازل، طوموبيلاتهم يتكرفصوا على رجليهم. شوف شوف العائلات مساكن، لان ما كاينش هنا لا طاكسي لا حتى حاجه. تكرفيس، الله يعاونكم. انا الله طالع المعاناه، مغامره. صور معايا اللي كيقرا اللي خدام خصو يدوز من هاد الشي يوميا. هادي الطريق الوحيدة اللي كاينة باش تنزل لحي محمدي وتزيد. هنا كاينة الأشغال، ولكن فاش من ظروف التكرفيس، عطى الله ما يدار باش نخفوا على الناس هاد الغبرة، هاد الحالة اللي عليها. حنا دابا 3 دقائق يمكن من وسط المدينة. واحد المنظر رائع ديال أكادير اللي هي كتشوفو اصطاد أدرار، وهنا واحد الملعب ولكن بدائي مسكين، الى لعبوا فيه الدراري غير ديك الغبره اللي غيستنشقوا في الوقت ما يديروا الرياضه باش لصحتهم، غادي يخرجوا من هنا مرض داك التراب والحجر. غاديين عند الجهه الاخرى ديال إغيلا دردور، جهه السد، ما نسميوه السد ولكن غير واحد الغوتوني ديال الماء. شوفوا ديما التكرفيس الحمري، داك الفشفاش الدراري نهار الحد اش غيلعبوا؟ غير الحجر، ما عندهم ما يديروا، ما يلعبوا والغبره. هذا هو المغرب المنسي. شوفوا الناس في ساكنين هنايا. تكرفيس محمد، لاباس عليك؟ كي داير؟ قول لي شحال في عمرك؟ 14 عام. في كتقرا؟ 7. واش كدير دابا نهار الحد هنايا؟ ما عندكم هنا العاب؟ ما عندكم والو في العطله؟ العطله الكبيره اش كديروا؟ وكيف كاين غير الحجر شحال تصاوب؟ لا ولكن شنو ما كاينش شي، ما عرفت شي حاجه كتمشيو ليها كتلعبوا كتقراو مكتبه شي حاجه؟ لا ما كاين لا مكتبه لا كاين حتى حاجه والو. وشنو بغيتي دير شي حاجه منين تكبر؟ شغادي دير ان شاء الله؟ تكون معلم؟ كيعجبك؟ بخير ايوا الله يعاونك، وان شاء الله غتكون شي حاجه زوينه ياك. تبارك الله عليك. اي 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 كل واش كل كويره هنايا؟ خديجه السلام عليكم. صافا لالا كلشي بخير؟ قول لي انتم من الساكنه ديال هذه البلاصه هذه؟ الموالي السد. اي اللي موالي السد راه هو كيبان. اييه واخا قول لي كي دايره العيشه هنايا؟ مكرفصه. راه داكشي اللي شفت عايشين في الغبره، ريحه الخنز ديال القوادز، الزباله والقوادز، ما كاين لا واد الحار، ما عندكمش اللي كيجمع الكاميو الزبل هنا؟ ما كاينش ديك الهضره. هادشي بعيده، راه خصك تطلع دابا من هنا. الا بغيتو تمشيو لاكادير تقضي شي غرض، خص تمشي على رجلك من هنا وسط هاد الغبره وسط الحجر، وطلع في هاد
ايه الكوديه وتنزل في داك التحت حتى الحي محمدي. وشوفي الا عندك تربيه ولا عندك ما تهز ولا عندك الدراري شوف. ولا كانت الشتا كتكون هنا الدريا الغيث كيوصلك ما عرفت فين الشتا كنديروا البوط الغيث صافي فين كيوصل البوط باش نلبسوا عاد نطلعوا من هذه العقبه من عد من هذا الغيث كاينين الناس كبار هنا مساكن. شريفة دونك انت مريضه كونسير الله يشافيك وان شاء الله غادي تشافي. ملي تحتي هنا شدات كريز كانت خص لومبيلونس تجي لومبيلونس عيطوا ليها ما باش توصل لهنايا. اه ما جاتش جات غير خاصه جات امبيلونس خاصه. اه خاصه هي اللي هزاتك وداتك ليه. دونك لومبيلونس حتى هي ما توصلش هنا. الا شعلت العافيه يمكن الوقايه المدنيه حتى هي ما يمكنش لها تدخل هنا. لا ما يمكنش تدخل. انتم هما اللي يمكن نسميوكم المنسيين المغاربه المنسيين. اه مدفونين حنايا المدفونين. قول لي اش كتشربوا؟ الروبيني كاين ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش كنشربوا غير الماء ديال الصداع كلشي مراد ولا زيدتنا مراد. واش عمر شي واحد قال لكم بان هذاك الماء اللي كتشربوا راه كله مرض؟ اش غنديروا فين هو البديل؟ اش غنشربوا؟ انا شفت الناس فايت تاوكت وشفت الناس في شي دواور كيديروا ليزار وكيصفيو عند راسهم كيصفيو الماء هما راه كيحيدوا غير ذاك الزبل اللي هو قاصح ولكن الامراض كلها في ذاك الماء. السيتيرنا مصديه الشريج مصدي مسخ. نعم طبعا بحال حتى حنايا كنديروا نفس المشكل حتى حنايا لما صفيناهم ما كنقدروش نشربوهم لان وليداتنا كلهم مراض. انا عندي واحد الولد دابا راه كيشدوا ليا كريس في الدار. ما عمر شي واحد قال لكم راه خصكم تغليوا ذاك الماء حتى هذا وديروا فيه قطره جافيل وتخليوا شي شويه عاد تشربوه؟ شحال خاصنا شحال خاصنا حتى انتم ما عندكمش الواد الحار هنايا؟ ها؟ الصاد كيطلع لنا الناموس طلعنا سرق الزيت في البيئه فين المحافظه البيئه الحساسيه ولا داك الشيء كيمرضوا لينا هنايا. الزبل كيجلس الشهر عاد كيوصل واحد المره اللي كيجي مره في الشهر يدوز عندكم وشهر اللي دابا ما جاش شهر ما جاش. اه دابا حنا الزبل كنديو معنا حتى الحي محمد ما لقاش من يدوز ما لقاش من يدوز كيجي ما لقاش من يدوز دولي الطريق تما ما بقاش كيجي ما لقاش مني ما لقاش مني الحي محمدي في البركاس نحطو فيه. واش عرفتي باش الحي محمدي خصك تكري كاميو؟ هاد السيده راه راجلها كيدير في الطوموبيل يدي. الله يصاوب لك الوطن ديالنا عزيز علينا وليداتنا راه ماش مكارين وليداتنا راه ماش مكارين الحمد لله. اه ولكن بغاو فين يديروا شو شحال ديال الاطفال كلهم زعما كيستاهلوا احسن من هادشي. هادو راه عاد الوطن ديالنا الملك خويا عبد الصمد انت واحد الشاب ساكن هنايا في الوقت اللي انت بحال كاع الشباب بغيتي تمشي السينما بغيتي تخرج مع اصحابك صحاباتك المهم بخير وعلى خير وتعيش واحد الحياه زوينه تجلس في قهوه عايشين الميزيريا. ماشي الميزيريا عايشين القمع ماشي لا المهم ما عايشينش. وقالت واحد المثال الشريفة قبيله واحد العيشه ديالها الشريفة قلتي لي انا في البطانه. اييه كيفاش كيبان لك هادشي؟ معقول وهادشي كاين بصح كنعانيو منه وكنعانيو منه ماشي ماشي غير دابا كنعاني منه شخصيا انا شخصيا حنا جينا في 99 سكننا هنا الطاكسي كيطلع لنا الايغيل يقول لك لا ما طالش الايغيل ما يقدرش يطلع يكرف الطاكسي ديالو ما طالش درسي الطوموبيل يعني مده ديال تقريبا 20 سنه 20 سنه حنا كنعانيو من نفس المشاكل. دابا انتم 20 عام وانتم هنا. انا 20 عام كنهضر على راسي الناس كاينين هنا قبل 20 عام حنا جينا لدينا هنايا كاينين شي ناس هنا راه كانوا قبل. دابا انت الا بغيتي تشرب قهوه مع صحابك خاصك تلبس البرود كان والدري والسلاح في الليل وهذا يلاه يلاه تهز الميطير ديالك وتمشي تهبط للحي المحمدي ولا تهبط ليراك فين تقهوى مع راسك وخاصك تجيب كري يعني الخضره واش ملي كتقداوها كتكون عندنا واحد كاين شي حاجه كتكون عندنا واحد السويقه اسبوعيا لا اجي وبالنسبه لشي حاجه سميتها دار الشباب ملاعب القرب هذه هضره خاويه هادشي ما عندناش حنايا ما كنعرفوش ليه لا جنب المدرسة داك التيران ماشي تيران هذا هذاك إلا لعبتي فيه تخرج منه مريض غير بالغبرة اللي شميتي. هذا الغبرة حوايجنا ما في حالة حنا يعني حنا المطالب ديالنا سي رضا المطالب ديالنا واضحة الحال يعني مطالب بسيطة اجتماعية ماشي شي حاجة زعما بغينا غير واد الحار والماء ديالنا والغريب في الأمر أن عندنا الويفي في الدار وما عندناش الماء وما عندناش واد الويفي عاد دايرين لي زونتين هذا هو المشكل أنا عندي الويفي وما عنديش الماء اللي خاصني عندي الكماليات وما ما عندكش الماء ما عندكش الواد الحار هادشي كطلب هادشي اللي كنطلب راك ظريف اصاحبي والتبليط والتبليط فقط هادشي اللي كنطلبو يعني لا راك ظريف لان هادوك من الحوايج اللي هما
ضروريا الماء والضوء وليزيكو داكشي ما كندويش فيهم. قول لي بغينا دار الشباب هنايا في هذا الحي، بغينا الملاعب القرب، بغينا قهيوات، بغينا شي حاجه زوينه. يعني الامل عندك حتى هو كل شيء، الماء هو كل شيء، الماء احنا مضرورين من الماء ما عندناش. دابا تقاد عليا دابا انا الماء كنجيب الزبيد دابا كنزبنا عند الجار، دابا الماء كنتصرفوا بالماء، الماء كنتصرفوا به اخويا. سلفني شويه، سلفني بدون تجي الماء نردوا ليها. ولا ما تهرستش النطفي، ولا لا ما تهرسش، راه شفتي غير ما كتهرس بقات من الزياده. واه الله يشافيكم من داك الماء بعدا. هذا 15 حنا ما عندناش الماء. نزل البيدوات ديالنا وطلبوا هاد العيد. قال لك بوستي راه حنا ما نغابش انا براسي باش نهود لكم بالشانه ونتقلب انا والكاميو ديالي. شكون حنا ما سوقنا حد؟ بلدي ما مسوقاش، العمل ما مسوقاش، على ما انا ماشي بشر. الله يسامحك. حنا حنا بشر بحالنا بحالهم، واش تلفوا عطيتهم الماء وحنا ما عطيتيناش الماء علاش؟ حسبي الله ونعم الوكيل في هذا، هذا اللي كنسوق الحيله في هذا هاد البلاد ديال هاد الجبل. ما نسمحوش ليه، ما نسمحوا لي هذا ديالنا، هاد البلاد درنا هاد البلاد ورولنا ورولنا في هاد الحاله، ما نسمحوش ليه. هادشي كنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. ندخل دابا غير لواحد الدار وتشوفوا الناس الفقر اللي عايشين فيه، البروده فين ما مشيتي في الدار مسكينه كرفس هادشي. الله يسهل عليكم الحاج شريفه. شوفوا الظروف الناس اللي عايشين فيها. شوف لي طواليت وشوفوا معايا المطفيه ديال الناس، المهم مغطينها باش ما يطيحش فيها شي حاجه. انا من هنا كيعمروا هنا ملي كيشربوا، شوفوا الماء كيمسخ، هذا الماء كيشربوه وكنعرفوا بان السيما اون كونتاكت مع الماء براسها راه فيها كونسيريجين، يعني كدير كونسير. ظروف السلامه الصحيه ما كاينش. وهذه الكوزينه ديال الناس، شوفوا واحد الشريحه ديال المغاربه كيفاش عايشين. وهنايا تيران ديال الاضرار فين كنا بغينا ننظموا كاس العالم، وكندورو لهنايا وغادي نلقاو الميزيريا والناس عايشين واحد الظروف خايبه بزاف عاد تكرفيس. الواد الحار فين نازل ريحه خانزه هنايا، وقال لك غير كيظلم الحال والطوبه هنايا دايره خبله ياك. موجود الخير ناري ما تقدرش تحلهم الا جا الصهد. الناموس ديال هذا الخنز هذا راه شي خانزه صاحبي. الله يصاوب لكم اخويا، الله يصاوب لكم. شوفوا عاوتاني واحد الواد الحار واحد اخر، الناس فين عايشين كرفيس. كاينه مدينه واحد اخرى هنايا، مدينه الدراري مساكن. كاينه مدينه وحده اخرى هنايا شحال واش حاطين الناس بارك الله. ومازال اللور مورا هادشي، هادشي كلشي ما عندهمش الماء، هادشي التوجيه كامله كتشوف فيها وهاد التوجيه كلها ما عندهمش الماء، كلشي هادشي بلا ما، لا واد حار لا حار لا ما لا حتى شي حاجه، التوجيه كامله. وشوف هاد الناس فين عايشين ساكن كلشي مكرف. حفيظه بغيت سؤال واحد صغيور، كي دايره العيشه عندكم هنايا؟ عيشتنا مكرفصه، لا واد حار لا ما لا والو، مكرفسين حنا ولادنا. الا كانت الشتا ما كتجيش سيتيرنا، وسيتيرنا دايره 2600 ياك، واللي ما وصلهاش التيو 2800 اللي داير الموطور وكنزلوها كيعود الخز في المطفي. راه حنا عايشين واحد العيشه حاشا وجهك ديال الكلاب ماشي ديال البشر، راه مقهورين الناس هنا بزاف، راه صبرنا دبرنا. حنا يديروا لينا عحل ملي كندوا كيقول لك ها انتوا مهدين الزلزال انتوما. هضره خاوي انا كنقول لك هضره خاويه هذيك، هضره خاويه هذه، هضره خاويه. وفين غنمشيو؟ على من غنشكو؟ على الله تبارك وتعالى. الله يصاوب. اللي كان جا عندكم هنايا غير هذه واحد جوج سيمانات وقيله، داك البيرو اللي دايراه الشركه ديال الشانطي. ايوا حنا مستفين هنايا. شكون نتوما؟ كلشي هنايا، هاد الواد كامل، هاد الواد كامل، وتزادوا علينا كلشي الناس.
ياك كتسناو الوالي كتسناو قالوا لنا باش جدوا معاه وكلي ما نطلع ما طلعش عندنا شاف الناس كثر ما طلعش هادو ديك الشركه دخل شاف الورق مزيفين دوك الخريطه ديال الشاندي ديك التخربيق وهو تزال ماش ما شناوش وجو ما عرفناش جا واحد الولد كاين في الجمعيه قال لنا غنمشي ندوي معاه مشى لعندو الله تعالى اعلم هو نشرجعوا لنا قالنا وسيروا واحد 15 يوم الا ما جاش ري الله نمشيو نهودو فين تهودوا الولايه؟ عاودوا الولايه وهي 15 مليون دايرين حنا الثلاث هاد الثلاث هاد الثلاث غنمشي ولكن ولدي ولكن علاش يديري لنا هكاك حنا قلنا حنا جايين باش نجيب مرا بكاع حنا غنجي عندكم شوفوا حنا بشر وخليتينا كنتسناو اكثر من 100 واحد رجال وعيالات وخلي جيتي دخلتي لهذيك الشركه داكشي شتي وزدتيها بالطي كيبينوا لي على الحاجه اللي بغاو هما بغاو هما ولا حاجه خاصو يدور بزنقه هذا الوالي خاصو يجي بزنقه بزنقه خاصو غير يدور بزنقه بزنقه ويشوف الناس باش بغاو ضرورين يصيفط لينا شي حد والله ما يتبعش ديك الوسط اللي كيتسمط ليهم يجي لينا حنا واحد الدار وحده اخرى شوفوا مطفيه الناس فين كتشرب هي شوفي شو الصدى واحد القنبه مليوحه وكما قلت قبيله السيما ها الحديد حتى هو الصدى وسراق الزيت كيخرج من الحيط نعم ولا حلو ولا قوه هادشي كيشربوه الوليدات كيشربوه العائلات هنايا كاملين الدراري الصغار الجيل ديال 2020 مسكين كيعاني كلهم مرض كلشي باش كيطلعوا الماء شوفوا الصدى هنايا المشروع داروه ديال الطريق شوفوا هذا الفيراج كي مضيق صوروا معايا غير جوج طوموبيلات ولا كاميو غيدور ولا شي حاجه وهاد الطريق عريضه ما عريضه ما والو ما فهمتش شنو هاد السقريم والتخربيز في التسيير في الوقت اللي شو اتساع كاين ليه واحد لاكار عاوتاني شوف هادو خدمه ديال الطاشرونات ماشي ديال الشركات اللي كتحترم راسها وحتى البلديه اللي خصها المراقبه خصها العقاب واش هادو لي شونتي بحال هكا اللي كتخلي الحياه ديال الاطفال في الخطر ها وحده اخرى عاوتاني كلشي محلول خلي الاطفال هنا اه انا كنشوف شي دري اه طاح فيها شي دري وهنا المتنفس ديال العيالات وكل شيء بني ما كيخرجوا نهار الحد كيجيو هنا كيجلسوا باش يدويو في الغبره في الوسخ هذا هو المتنفس كيجلسوا العيالات بوليداتهم هذا الحي محمدي وهذه الطريق الوحيده اللي خلاو لهم باش ينزلوا للحي محمدي وبغاو يعزلوا وغادي يديروا التروطوار هنا وغيسدوا على هاد الناس هذا ولد حيد شو الغبره شو الغبره شو الغبره الناس عايشين في هاد الشيء يوميا كيشموا كيستنشقوا شوف شوفوا هذيك المراه هازه واحد التربيه يلا التربيه كيفاش غادي فين كابره هاد التربيه اللي عندها الغبره في الوسخ ولكن اللي واعره هي هاد العيالات المتنفس ديالهم كيجيو لهاد البلاصه يجلسوا الحاجه بالنسبه للقرايه شنو قلتي لي على البنيات دابا حنا كاينه المدرسه هنا في الحي محمدي قريب لنا شويه نقراو فيها السابعه اييه ابناء تسعه اه ملي تايت قضاو من التسعه حتى جينا هاد غيطلعوا الليسي زعما اييه المجد المجد كان حدا الطريق ديال مراكش بعيد علينا شويه البنات حنا تنجلس اكثر هي هنا البنات ما كيقراوش كتحبسوهم من القرايه ما كاينش طوبيس ما عندهم باش يمشيو يقراو ما جاب الله ما كاين لا طوبيس لا والو ما نخليهاش توصل ليا تما وحده راه خرجتها من التسعه على حساب الطوبيس ما كاين الاطفال هنايا فين كيدوزوا الحد في الرومبلي والحجر والوسخ باش كيلعبوا المتنفس ديالهم الطريق اللي كتصاوب ولكن عزلات بين إغيلا دردور على اليمين وإغيلا دردور على اليسار وحتى الطريقة ديال الأشغال ولا كيفية الأشغال داكشي خايب شوف لي راه شفتو هذا محلول روكار محلول الدنيا مكرفصة الطونوبيلات خصهم يدوزو هنا كلهم محلولين ماشي غير هنا حفرة ما عرفتوش كيعطيو هادشي للشركات ولا كيعطيو للطاشرون ولا ما كيعطيو هادشي شي حاجه سميتها السلامه ديال المواطنين ما كيعرفوهاش هاد الناس هادو كلهم محلولين كلشي مكرفص شنو بغيتي بغينا الطريق كتكرفصوا فيها
واحد القضيه خويا، اغلبيه ديال الدراري شتهم كيكحبوا، واش حساسيه ولا شنو؟ بحال الحساسيه ها؟ اه شو رجليهم كي دايرين؟ من رجليكم بحال هكا؟ النهار كله كتشموا غير في الغبره واقيلا ريحه لي زيكو. المهم وكتدخل علينا الغبره للدار. او ومره مره كتدخل عندهم في الطوبات. ومنين الدراري لاباس عليكم؟ واش كلشي زوين؟ كيفاش لا؟ لا زوين 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 زوين. لا يلا بلاتي ناخذو. يلا انت قولي علاش كلشي خايب؟ حيت كاين الزبال الناس ولاو تيلوحو الزبال والنادير، حيت كنا كانوا تيتساموا باش يجمعوا هادي، كتكون البلاصه احسن حاجه في العالم. ايوا شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ يلا شي طلب، طلبوا شي حاجه، شكون يطلب شي حاجه؟ شنو شنو انت؟ تيران. انت شنو بغيتي؟ يا ربي تكون الناس ديال شي فاش ديروا شي الله شي في هذا الواد شي بلاصه ياكو ديروا فيه شي جرده ولا شي حاجه. وبغيتوا الالعاب؟ وبغيتوا واحد الجرده زوينه؟ وبغيتوا التيرانات ديال الكره؟ وبغيتوا مسرح شي مسرح صغير؟ البنات بغيتوا فين لا دونس وداك شي زوين؟ لا هادي كف خايبه خايبه. يلا الله يعاونكم. يلا شي يلا شي حاجه اللي بغيتو تقولوا للاخره. يلا لا بيسين تاهو ان شاء الله. تابلت هي صافي، هذا بغى التابلت. يلا شكون اللي عنده الاورديناتور في الدار؟ تاوح ما عنده الاورديناتور. انا عاد نزلت من تما كيما شفتوا هاد الناس هادو طيبوبه ديالهم، شحال ديال الاطفال اش من مستقبل كنتسناو يكون عندهم. شفتوا الظروف المزريه الميزيريه، حشومه عليكم المسؤولين. كل شيء في العالم كله كتلقى الاحياء الهامشيه، كتلقى الفقر كتلقى، ولكن حنا بمقدورنا هاد الناس بسيط داكشي. شنو هو الماء؟ شنو هو ندوزو الكودرون؟ شنو هو واحد دار شباب صغيره؟ واحد هذا ماشي ما خصوش. عاوتاني كيف كنقول هادي، ما خصناش دراسات، ما خصناش شي حاجه، على وجه هذوك الاطفال حشومه. شي واحد مازال يجلس في البيرو ديالو كليماتيزي والطوموبيل وما عرفت شنو الاوباها والبيزنس كلاس في الوقت اللي كاينين الناس بحال هكا. ما كنقولوش ماشي في مقدورنا، لو ما كانش مقدورنا ما غاديش نقولها. في مقدورنا نديرو معجزات هنايا لهاد الناس هادو، داكشي بسيط و زعما عادي، وحنا لا كنعقدوا الامور كنساوهم. السي الملوكي ومن معاه المجلس البلدي، شنو غنقول لك؟ هذاك الشيء اللي كتقولوا كل خطره في التصاور التبليط وغنديروا ما عرف شنو في غير دردور، غادي نقول لكم بان مأساة هذاك الشيء اللي درتو تما. وديك الصوره ديك الشوهه اللي درتو المجلس البلدي، مشى صور واحد الاطفال كيلعبوا بلي غولوغ، وقال لك لولا هاد التبليط هاد الاطفال ما كانش يمكن لهم يلعبوا لي غولوغ. إهانة عاوتاني للساكنة، هذه وحده بحال الا راها شي معجزه دارها المجلس البلدي. هذا واجب المجلس البلدي، انتم مصوتين عليكم، كان خصكم هنا ديروا بزاف ديال الحوايج. ما تخليوهاش حتى لدابا تقربوا الانتخابات عاد تبغوا تلعبوا على هذا ورقه انتخابيه. هذه 4 سنين انتم هنا، علاش ما درتوا والو؟ هذا الاقصاء ديال ديك الجهه واش حيت ماشي معاكم ولا كيفاش؟ كاين ما يتقال. هذاك الشركه اللي واخده هذاك الشونتي ديال ديك الطريق، انا ما كنظنش، الله اكبر، انا ما كنظنش هذيك راها شركه ولا هذا شي طاشرون ولا شي عطاش اللي خديتوه تما بواحد الطريقه بشعه. لان في المقومات ديال الشركه ديال الطرق ولا اللي كتصاوب لي شونتي، حشومه داكشي، حشومه. السيد الوالي جيتي حشومه تخلي داكشي. شوفوا هاد العيالات الكبار اللي موراي اللي دازوا دابا، عرفتي شحال باقي عندهم ديال الطريق غيضربوا في هاد الغبره؟ امهاتنا هادو حشومه علينا، وحشومه نخليوهم كيعانيو بحال هكا. غادي نهزهم دابا بعد انا بالطوموبيل، غنديماري دابا غنهزهم بالطوموبيل نوصلهم. هذا النداء للسيد الوالي، نداء للسيد رئيس المجلس البلدي، هاد إغيلا دردور كامل
ما كانوش غير على اللي عنده الماء واللي ما عندوش الماء، عايشين في ظروف مزريه. حشومه عليكم، حشومه حشومه حشومه. الله يصوب لينا ويصوب لكم. وتحياتي لهاد الناس هادو كلهم اللي تلاقيت، وعلى الطيبوبه ديالهم، على الحسن استقبال ديالهم. وان شاء الله ان شاء الله مازال غادي نرجع هنايا، وكنشوف كنشد الناس اللي عندهم الفلوس، اللي عندهم شويه الامكانيات، طلعوا هنا غير فرحوا هاد الوليدات، ديو لي جوي، ديو شي حاجه، المهم عطى الله ما يدار. واحد العدد ديال الاطفال شفتهم ساكن صدرهم كلهم الحساسيه، كلهم مخنوقين. ملي كتسولهم شفتو عن الطبيب كيقول لك لا، الا كانوا اطباء، الا كانوا الناس اللي يقدروا يعاونوا مرحبا، حتى هما راه كاين فين ديروا الخير. الناس اللي كيبنيو المساجد، غير واحد شويه من فلوسكم جيو عافاك ديروا شي حوايج هنايا، غير حسنات. ها واحد المراه واحده اخرى مسكينه، مراه كبيره هي ما عندهاش، عندها واحد 70 عام كي طالعه. الله يصوب والله يدير شي تصويب هذا الخير ان شاء الله.